يعني اولها حامي بعدين بنوطي النار لحتى نقدر نحصل على نتيجه. رح نعمل الحشوه تشكيله كامله. هاي تشكيله كبيره بدي اقول والله، يعني ما بننحرم من شيء. طبعاً خمس انواع من الكباب. يعني في سيدات كثير صراحه برمضان ما بنقدر، يعني انا مثلا مع ظروف شغلي ما بقدر اقعد اكبكب كبه، وبصراحه ما بعرف عشان اكون صريحه كمان، مش بس ما بعرف يعني ما بقدر، لا ما بعرف، فبس بحب اني اجيب طعم كبه زاكي. بدك كبه صح لحمتها صح. هلا احنا هنضيف اللحمه. حلو، لحم مفروم طبعا، لحم مفروم، عجل، فلفل اسود، فلفل اسود، بهار مشكل، وبهار مشكل، احسن بهار الكبه من فلفل بهار مشكل. خلص بس تمام. على بين ما تستوي اللحمه، طبعا احنا جبنا عجينه الكبه جاهزه، راح نفردها ان شاء الله. هي المفروض على كيس نايلون. بعدين بيميز مطبخ الكرمه انه الباكينج كثير حلو، علبهم مرتبه، احجام حلوه، في فخم، يعني عم نشتري منتج من برا ومن جوا مرتب صراحه. والله رهيب. راح نفرد الحشوه. طيب هلا هاي الطبقه الثانيه اللي حطيناها لكبه الصينيه، نسكرها. مزبوط، كبه الصينيه الهنيه. طيب هلا احنا بدنا بدها تروح على الفرن هلا صح شيف؟ ان شاء الله ناخذها على الفرن. شو نقشه الكبه بالصينيه هاي ما غيرها ايش بسموها المثلثات؟ اسمه هذا الشكل، هاي اسمه 2-4-2. 2-4-2 هاي اللي بتميز كبة الصينية. طيب الزيت بدا يغلي، احنا انا بفكر نقلل النار. نوطيها شوي. اها هاي هي النقشة المميزة فيها كبة الصينية، كبة الصينية لمطبخ الكرمة. تمام، على فرن قد ايه بنحطها شيف هاد؟ 180. 180 لمدة يعني تاخذ لها 15 دقيقة، مش أكثر من ربع ساعة، يعني حسب الفرن كمان. بدنا بهارات مشكلة، وبدنا 100 جرام من السميد و100 جرام من البصل، أما الحشوة بدنا نصف كيلو من اللحم و600 جرام من البصل المفروم، بدنا فلفل أسود وبهار مشكل، ملح وزيت للقلي.